اخبار نسمة محجوب. تعالوا دلوقتي نعرف مع بعض ايه اخر اخبارها من خلال الانترفيو الجاي اكسكلوسيف وبس لبرنامج جاي. طول الليل بمثل انه معايا، طول الليل بتمشى في الحواري لوحدي، بحس بيك احضاني لو تحت غمض عيني ولاقيه في لحظه جالي. نسمة اهلا بيكي في برنامج عين طبعا شبكه التلفزيون الحياه منورنا. ربنا يخليكي ميرسي. الف مبروك يا دنيا حبيبتي. الله يبارك فيكي. تقولينا بقى تفاصيل اكتر عن دنيا. مسرحيه دنيا حبيبتي هي من اخراج ان شاء الله دكتور جلال الشرقاوي، هتتعمل على مسرح الفن للدكتور جلال. المسرحيه المفروض بطوله، بطوله شخصيه اسمها دنيا، واللي انا المفروض ان شاء الله العبها. دنيا هي مطربه افراح بتمثل مصر، يعني لما خدنا الناحية السيمبليزم بقى شوية بتاع المسرحية هي بتمثل مصر. في أشخاص كتير في المسرحية بتمثل تيارات واتجاهات مختلفة، منها الإخوانية ومنها المتطرفة ومنها السلفية وإلخ إلخ. فبنشوف تعاملات الأشخاص دي مع دنيا، وإن هما بيروحوا وبيتقدموا لها، بما معنى إن كل واحد عايز ياخد مصر لنفسه ويخليها في الاتجاه اللي هو متخيل إنه هو الاتجاه الصحيح للبلد. بنشوف برضو الفرح اللي دنيا بتغني فيه، في بعض الشباب هم اللي هيعترضوا على التيارات اللي عايزة تاخد دنيا وهكذا. المعنى من المسرحية ان احنا بنحاول نلم اللي حصل في السنة الأخيرة اللي كانت في حكم الإخوان، وبنحاول ان احنا نحطه بطريقة سياسية كوميدية. اعتقد التجربة التانية ديكي كان ديكي المسرحية قبل كده سافرتي بيها في حتة يعني العالم كله، اعتقد رحت بلاد كتير قوي. مسرحية البؤساء هي مسرحية غنائية، ومشروع في يعني في مشاريع كتير لتورز كتيرة. احنا بدأنا بأول تور وهو تور أمريكا، ولفينا في 4 ولايات في أمريكا وعرضنا العرض، والحمد لله لقى إعجاب جماهيري كبير، مش بس للجاليات المصرية هناك، كمان للأمريكان اللي جم حضر وهم مش فاهمين احنا بنقول ايه، ولكن هم عارفين العمل كويس قوي. فدي كانت أول خطوة لينا ان احنا نخرج بره مصر. ودلوقتي طبعا في المانجمنت بتاع الفابريكا اكيد بيجهزوا لتورز ثانيه كتير. يعني حكايه فروزن معاكي، انا سمعت ان انت مبسوطه قوي ان هو اخذ اكتر من جائزه في الاوسكار. لا فروزن، اولا انا من عشاق ديزني يعني، يعني من زمان بقى، وبنعمل حفلات ديزني كده وبنغني اغاني ديزني. فزي برضو ارجع تاني اقول لك المطربة مسرحية، لان ديزني ما ينفعش تقفي على مسرح تغني ديزني وانت ثابتة، مستحيل يعني. انت بتخاطبي الطفل وبتخاطبي الكبار كمان. ففروزن كانت اول تاني تجربة ليا، يعني اول تجربة حقيقية للدبلجة. في فيلم قريب باذن الله، انا هغني في الفيلم يعني، هغني ده اكسكلوسيف لينا برضه. شفت اغنيه الفيلم الاساسيه يعني. الفيلم من انتاج شركه ارت ميوزك، المسجها المنتج مدحت سعد وهو خالي يعني. فهو الفيلم جديد برضو، عاملينه فكره جديده ان الدنيا مقلوبه، ان ماذا لو امريكا كانت مصر ومصر بقت امريكا، وامريكا عندها مشاكلنا واحنا اللي مرفهين وما عندناش المشاكل، وهم اللي بيحاربوا عشان يجوا لنا، مش احنا اللي بنحارب عشان الحلم الامريكي اللي كل الناس طايره بيه وهكذا. الاغنيه اللي انا هغنيها هي بتكتب يعني دلوقتي، المفروض خلاص على وشك انها تبقى منتهيه. فريق العمل فريق جميل، في ناس انا اول مره طبعا اتعامل معاهم، بغض النظر برضو ان انا بتعاون اول مره برضو مع خالي كمنتج. اعتقد برضو كلمات الاغنيه هتكون بقى بتعبر عن الفيلم، حاجه مختلفه دي برضو من نوعيه الاغاني اللي انا بحبها جدا بقى، اللي هي اغنيه الموقف. وارجع تاني اقول لك ليه، لان مطربه مسرحيه يعني اغنيه لموقف مش اغنيه عامه، فبتدوس عليك زياده. لو هي بتوجع بتوجعك ازيد، لو هي فرحانه بتفرحك ازيد. لكن لا انا وحدي
بتحضري انتي حاجه جديده اعتقد ليا؟ بحضر سنجل جديده اسمها حب اخوات، كلمات والحان شاب موهوب اسمه يوسف يعني ده اسمه الفني، وتوزيع موزع معروف محمود صادق. بتعامل فيها مع شريف الإبياري، هو برضو منتج، فبنتعامل فيها مع بعض وان شاء الله تطلع حاجة كويسة جدا. خلاص هي احنا خلصنا تسجيلها وكده، بنظبط خلاص على وشك انها تنزل في الايام اللي جاية ان شاء الله.